ازيكم؟ وجولتنا النهاردة من قصر عيشة فهمي بالقاهرة في نوفمبر 2020، حيث استضاف مجمع الفنون في القصر معرض لروائع الفن الأوروبي بالمتاحف المصرية. المعرض كان فيه لوحات وتماثيل لأشهر الفنانين الكلاسيكيين في آخر 300 سنة، والمعروضات كانت من 3 متاحف في مصر: محمود خليل، الجزيرة الفنون الحديثة، ومتحف الفنون الجميلة بالأسكندرية. في الفيديو ده هنشوف بعض من اللوحات لأشهر الرسامين اللي هنتفاجئ إنها موجودة في مصر كل الفترة دي، زي لوحة الرسام الفرنسي الشهير رينوار ذات رابطة العنق البيضاء. اللوحة دي من مجموعة محمد محمود خليل وحاليا في متحفه بالجيزة. ومحمد محمود باشا خليل وزوجته الفرنسية كانوا من أشهر وأهم جميع الفنون الأوروبية في مصر على الإطلاق، ومعظم وأهم وأندر الأعمال الفنية الأوروبية الكلاسيكية في مصر حاليا هي من مجموعتهم، زي لوحة رينوار ولوحة الرسام الفرنسي جوجان مشهد من الدومينيكان اللي موجودة في متحفهم بالجيزة، ولوحة الرسام الفرنسي بولاز الفيلسوف اللي برضو موجودة في متحفهم. نروح لمتحف الفنون الجميلة بالأسكندرية، وعندنا هنا لوحة لجويا. اللوحة دي للرسام الشهير الأسباني اسمها القرود، مش واضح كانت ملك مين قبل ما ينتهي بها المطاف في متحف قومي ملك للدولة المصرية. هي حاليا في متحف الفنون الجميلة بالأسكندرية. ومن نفس المجموعة في البورتريه الرائع للراجل العجوز دوت للرسام الإيطالي أنيبال سكونوميليو. ودلوقتي ننتقل لمجموعة مركز الجزيرة الفنون الحديثة ولوحة الرسام البلجيكي ألفرد ستيفنز السيدة والببغاء. واللوحة الكبيرة دي برضو من مجموعة مركز الجزيرة الفنون الحديثة واسمها سونالدا وعرض انتصار جيرانيماكوس. في لوحة كبيرة زيها برضو من مجموعة محمد محمود خليل مليانة تفاصيل زي ما انتوا شايفين، بس للأسف وقع مني اسمها. كان في لوحات كتيرة في المعرض، ممكن تشوفوا صورها في لينك البلوك بوست اللي في الديسكريبشن. وانتظروا الجزء الثاني للجولة عن تماثيل المعرض، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل. وشكرا لوقتكم.